مساء الخير. نبدا جولتنا على اسواق اليوم مع بيانات جمعتها رويترز بتشير الى انه اكبر مصدري النفط بالعالم ضخوا اكثر من نصف مليار برميل زياده على الطلب بالاشهر التسعه الاولى من السنه. ايضا اشارت المعلومات انه معظم دول اوبك المصدره للنفط ضخت نحو 31 مليون برميل من النفط يوميا بين كانون الثاني وايلول، بما معناه اكثر من مليوني برميل يوميا فوق الحجم المطلوب. اذا بلغت مخزونات الوقود التجاريه بالاقتصادات الصناعيه المتقدمه مستوى قياسي مرتفع عن 2.94 مليار برميل بآب، وهيدا طبعا العنصر الأساسي وراء تراجع أسعار النفط خلال السنة الحالية. ننتقل لانخفاض أسهم بيربري بنسبة 12% بعد ما أعلنت الشركة عن انخفاض بإيراداتها بآسيا. كانت إيرادات المجموعة دون تغيير أي 1.1 مليار باوند بالنص الأول من السنة، ولكن صب تركيز المستثمرين على تراجع المبيعات بالصين اللي هي إحدى نتائج تباطؤ الاقتصاد الصيني. لهالسبب رح تكثف بيربري عملية التوفير بالتكاليف بهدف تعويض التباطؤ بالمبيعات. ونقلا عن رئيس الشركة كريستوفر بيلي فهو بتوقع أنه تتحسن المبيعات بالنص الثاني من السنة. ومنه مع انخفاض عدد طلبات الحصول على إعانة البطالة بالولايات المتحدة ل 255 ألف بالأسبوع المنتهي بعشرة تشرين الأول، وهي أرقام مطابقة لأدنى مستوى من 1973. وكان بعض الخبراء الاقتصاديين توقعوا باستطلاع أجرته ماركت واتش أنه يوصل مجموعة الطلبات ل 270 ألف. بنهاية هالأرقام بتدل أنه يوجد سوق عمل ثابت ودائم التحسن بالولايات المتحدة. هيدي أخبارنا لليوم، شوفكم بكرة.